جرت العادة أننا كان نواكب الوليدات في فترة الامتحانات، وهذا العام كاين الجائحة. كان عندنا من فوا بدات الجائحة بدا هذاك التساؤل الكبير ديالنا، كيفاش احنا كنجيبوا، كيفاش الكاتب، كيفاش الكفيف، الكاتب كيكون حداه، مسافه الامان، كانوا بزاف لي بوين دانتيروغاسيون اللي مازال مطروحين. الوغ بالنسبه للمواكبه كانت دروس عبر الواتساب مع الوليدات، ما غاديش نقدروا نقولوا ان غطينا كل شيء بالنسبه للاقسام الاشهاديه، حيت كان عندنا بزاف الاكراهات، من بينها ان ماشي التلاميذ كلهم عندهم هاتف ذكي، ولا كان كيكون غير واحد في الدار تيقول لك راه خويا خدام به ولا ديال بابا ولا الميموار عمرات. كاين مشكل ديال شي وحدين ساكنين في شي بلايص اللي ما عندهمش الغيزو، ما عندك ما دير ليهم. كاينين شي وحدين اللي عندهم هذا مي ما عندوش باش يعبئ اشاك فوا. دونك حنا الى عرفنا، حيت ما كاين اللي ما كيبغيش يقول لك، الى عرفنا راه حنا كنحلوا المشكل، يعني كدير له داك التعبئه اتيتر بيرسو بالنسبه للاساتذه والاخوان. بالنسبه نرجعوا للكتاب، حنا دابا حنا في لي بريباراسيون الامتحان ايتو، جا الهاجس ديال الكتاب، اذا المالفين التلاميذ اللي كيقلبوا كنقلبوا حنايا شويه، كتعطى رساله رسميه. مي هذا العام تكتفات الجهود ما بيننا حنايا مع المدرسه، ومشينا كنقلبوا القسم كامل، لان هذا العام عندنا ليفيكتيف كبير شويه، عندنا 16 تلميذ، دونك سافودير خاصنا 16. وباش نمشيو نقولوا لي بارون اجي اعطيني ولدك يكتب لي الكفيف، ما صعيبه بزاف. دونك والحمد لله كاين بعض صعوبه، ان هذاك الانسان راه حنا غنحطوا راسنا في بلاصته، ما غاديش دابا حنا الكونفينمون ما تخرجوش، مسافه الامان هذا، دونك حنا ملي كنخرجوا كاع الا خرجنا كنخرجوا حنا ولادنا، ما كنخليهمش يخرجوا بوحدهم، غتخاف عليه باش تصيفطو يمشي يكتب المكفوف مع صعيبه. دونك اما خصك تمشي معاه وتبقى حاضي واش فعلا كانت هذيك الاحترام ديال مسافه الامان وديال الشروط، او باش تحضر معاه راه خصك تفيق بكري. وحنا دابا في هاد الظروف كلشي على اعصابه مع هاد الثلاث شهور ديال الحجر، الله يحسن العوان، ولكن رغم ذلك عندنا وعود، غير هي كتبقى عاوتاني هذيك الوعود بوان دانتيغوغاسيون. عندنا دي نيميرو تيليفون، المدير ديال واحد المدرسه اللي كخاك عطانا وعد، واخا كاع كيتعطاونا وكيجيو الشواهد المدرسيه ايتو لي تيليفون، كتقدر تصبح نهار الامتحان هذاك اللي عطاك التليفون كيطفيه، وكتبقى وقعت لينا شحال من حالات. اوغوزمون ان كيكون عندنا دائما احتياط، وكيف ما قلت ان هذا العام هو خاص، والمشكل ان كان عندنا ليفيكتيف ديال التلاميذ كثار، مالفين كيكون عندنا 8 10 مقدور عليها، دابا 16، وحتى التنقل ديالهم عندنا كنفكروا كيفاش غنديروا هاد 16، يعني 32، باش تهز 32 وتكون في 7 الصباح في ولاده مع لا سيركولاسيون اكازا، وهذاك الولد اللي متطوع عرفتوا لي جون دابا باش تقول ليه يفيق بكري، ما عادش غيفيق هاد الدري، زعما يفو خاصو يكون نيت باغي يدير الخير تاع بصح، ووالديه باغيين يديروا الخير تاع بصح. يومين ديال الامتحانات، حنا ما عندناش اشكال، حنا عندنا الاشكال غير في ديك 7 الصباح في لا جورني، داك لي شوفور يقدروا لي ترونسبور ديالنا يقدروا يديروا بليزيوغ الي روتور، مي في الصباح بكري باش ما نكرفسوش شويه حتى حنا داك الكتاب. حنا كما قلت حنا راه كنتسائلوا وبغينا جواب على السؤال ديالنا، هاد الوليدات حنا في فوق ما كنهز عيني انا ما بقاوش عندي الدراري ديال هذا، ولكن انا جيستيم ان الوليدات المكفوفين كلهم ولادي، لان انا ولدي داز من هنايا، كيبان لينا انا كي كنلوح عيني في لاتيلي كيبان لي داك الوليد كيعفط في داك الماء، كيمشي يعفط في المربعات الحمرين والاسهم وسير. الوغ بالنسبه للكفيف خاصو يكون شي حد شاد فيه الامان مشى، زعما كومون يفا فيغ، هو ما غاديش يشوف هذاك الشيء، خاصو يكون قريب. دابا حنايا راه هاد المساله هضر عليها سيد المدير، حنا كنتفاجئوا في هذا في لا كونفوكاسيون 13 تلميذ عندهم القاعه واحد، وثلاثه عندهم القاعه جوج، 13 واحد صافي غيكونوا 26، 26 الا درنا مسافه الامان غيكون ما نعرف ما جنوز ميم با ما عرفتش من القاعه اللي غتهز هذا الشيء كامل. اذا كيفاش حنا دابا باش حنا حتى ملي نمشيو نطلبوا الاباء نقولوا لهم راه شوفوا كونوا مطمئنين على ولادكم كاينه مسافه الامان،
كيفاش هاد الوليد غير حنا راه افون في مع السيد المدير كنا كنفكروا واش الجمعيه واش المؤسسه تاخذ ليهم دي طول كي ولكي ولا شي حاجه مي لقيناها ساكوت شير باش بوغ ريسبكتي ديك المسافه ديال الامان. دابا ما عرفناش الامتحان ما بقى ليه والو وتحد ما عارف لا اللي غيكتب عارف ولا حنا عارفين ولا المكفوفين عارفين.